بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ المهدي إسماعيل، ثانوية الإعدادية في مرواد، أكاديمية الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء. مرحبا بكم تلميذاتي العزيزات، تلاميذي الأعزاء، مع حصة جديدة من حصص مادة التربية الإسلامية، ويتعلق الأمر بالاشتغال على نموذج لفرض محروس من فروض هذه الدورة الثانية. وبداية لابد أن أهنئكم بهذا الشهر العظيم، شهر رمضان الكريم، الذي نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا به هذا البلاء والوباء. يعني أؤكد عليكم أن تبقوا في بيوتكم وتتابعوا دروسكم، فإننا يعني مستعدون مجندون لهذا الأمر، وما عليكم إلا أن تتابعوا يعني هذه الدروس على شاشة التلفزة بإذن الله عز وجل. إذن على بركة الله، يتعلق الأمر في هذه الحصة كما قلت لكم بالاشتغال على نموذج للفرض المحروس رقم 1 الأسدس الثاني. إذن وكما هو المعهود أو العادة بيننا أننا نشتغل على نبني درسنا على يعني الفرض على وضعية تقويمية، وأول شيء نقوم به بإذن الله عز وجل هو أن نقرأ هذه الوضعية ونفهمها جيدا، ثم بعد ذلك نبدأ في الإجابة على الأسئلة المرتبطة بها. إذن موضوع الوضعية التقويمية هو: سمير له أم مسنة يقوم جيرانها على خدمتها وقضاء حوائجها، ما الذي يفعله سمير؟ أما سمير فقد هجرها وقطع الحديث معها، ولما سألته عن ذلك قال: إنها تأمره بأن يسرق ويحضر لها المسروقات، لذلك هجرها مخافة الوقوع في الحرام. إذن فعادته هو أنه يستدل على هجران أمه أنها أمرته بأن يسرق، وهو يخاف الوقوع في الحرام، وهو يدعو الله في الصلاة على أن يهديها. السند الأول: قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء الآية 103. السند الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه الإمام البخاري في صحيحه. إذن بعد قراءتك للوضعية والأسناد بشكل جيد، وأنا أمهل في الحديث حتى تعيد القراءة معي بشكل جيد، أجب على الأسئلة التالية. إذن هذه هي الوضعية التي سنشتغل عليها بإذن الله عز وجل. نعم، إذن السؤال الأول: حدد قضية من القضايا التي تعالجها الوضعية، وله من التنقيط نقطة واحدة. إذن حدد قضية من القضايا التي تعالجها الوضعية. إذن ها هي الوضعية أمامنا هنا، نعم، فلتشاهدوها ولتعطوني بعض القضايا التي تعالجها الوضعية. إذن السؤال رقم 1 وعليه من النقط نقطة واحدة. إذن ما هي القضايا التي تعالجها هذه الوضعية؟ نعم، ماذا فعل سمير؟ هل فرط أم لم يفرط؟ إذن الوضعية تناقش، أحسنتم، نعم، حقوق الآباء. إذن أشارت إلى هذا الأمر. ما هو أمر آخر يعني من الأمور التي أشارت إليه هذه الوضعية مما له علاقة بما درسناه؟ نعم، لاحظوا ماذا قال سمير في الأخير، وهو يدعو الله في الصلاة أن يهديها. نعم، على ماذا تدل هذه الجملة؟ نعم، فضل الدعاء، أحسنتم، في الصلاة. إذن كل واحد منكم إذا كتب أحد هذه العناصر فإنه سيحصل بإذن الله عز وجل نقطة من هذه النقط. نعم، السؤال رقم 2 يقول: اشرح المفردات التي تحتها خط. ما هي المفردة عندنا هنا التي تحتها خط؟ ما هي؟ نعم، هي كلمة
الصلاة. نعم، إذن كلمة الصلاة ماذا تعني لنا في اللغة؟ من معاني الصلاة في اللغة ماذا؟ هي من معانيها كما قلت لكم في الحصة الدعاء، من معانيها الدعاء. أما اصطلاحا فهي ماذا؟ هي عبادة. كيف هي؟ أحسنتم، مخصوصة. بما هي مخصوصة؟ ذات، أحسنت، قيام وجلوس، نعم، وتكبير وتلاوة للقرآن وسجود، نعم، وسلام. ماذا؟ على الكيفية، أحسنتم. هذه هي التقييد المهم على الكيفية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على الكيفية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندنا، لاحظوا هنا الحديث الذي أمامنا، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا السؤال عليه من النقط، نعم، واحد ونصف. السؤال الثالث عندنا هنا هو ما هو؟ انطلاقا مما درست، كيف تكتب كلمة الصلاة التي يشملها السند الأول بالرسم المصحفي، وما اسم هذه القاعدة؟ إذن العمل على أن كتابة تنقل لهذه الكلمة من الصفة القياسية إلى الرسم القرآني، وما اسم هذه القاعدة؟ إذن وعليها يعني نقطة واحدة. إذن عندنا الكلمة هي الصلاة، نعم، تكتب كيف؟ تكتب بإبدال الألف واوا، نعم، أحسنتم، إبدال الألف واوا. وتسمى هذه القاعدة بقاعدة، قاعدة الحذف. إذن قاعدة الحذف. إذن هذه هي العناصر الموجودة عندنا في هذه الصفحة، نعم، وإجابتها يعني هنا. إذن فبالنسبة للقضية التي تعالجها الوضعية، عندنا حقوق الوالدين، أهمية الدعاء في الصلاة. هناك عنصر آخر ناقشته الوضعية لكن لم ندرسه بعد، حينما ندرسه أكيد أنه داخل في هذا الباب، يعني متعلق بعلاقة الجيران. ثم عندنا الصلاة في اللغة من معانيها الدعاء. أما من ناحية الاصطلاحية فهي عبادة مخصوصة ذات قيام وجلوس وركوع وسجود وتلاوة للقرآن وتكبير وتعظيم وتسبيح لله تعالى وفق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الكلمة كما قلت لكم، لاحظوا هنا كيف تكتب، يعني أخذتها يعني من الرسم، ثم يعني تسمى هذه القاعدة كما قلت لكم قاعدة الحذف. نعم. رابعا، في سورة لقمان ذكر الله تعالى عظمة خلقه وبديع صنعه، وتحدى المشركين أن يخلقوا مثله، اكتب هاتين الآيتين مع شكلهما. نعم، إذن لحظة للتفكير، أنا يعني أقوم بإزالة هذه الأمور. ريتما تفكرون في الجواب الصحيح على هذه التعليمة أو هذا السؤال. نناقش السؤال أربعة، له من النقط ثلاث نقطين. نعم،
إذن ما هو الجواب؟ نعم، قال الله تعالى أنا فقط سأكتب لكم بداية الآيات إلى آخرها. نعم، قال تعالى خلق أحسنت السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إذن فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر عظمة خلقه في خلقه للسماوات بأنه خلقها يعني بالهيئة التي ذكرها، وتحدى المشركين فقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، مفهوم؟ إذن هذا فيه تحدي لهم. نعم، السؤال الخامس من خلال السياق الوضعية ما رأيك في تصرف سمير معللا جوابك؟ نعم، له نقطة ونصف. إذن سمير، لاحظوا هنا الوضعية، سمير أمه مسنة يقوم جيرانها على خدمتها وقضاء حوائجها، أما سمير فقد هجرها وقطع الحديث معها، ما السبب؟ أمرته بأن يسرق فهو هجرها مخافة الوقوع في الحرام، وهو يدعو الله أن يهديها في الصلاة. نعم، إذن ما موقفك من هذا السلوك، سلوك سمير؟ هل أنت معه أو ضده؟ إذن فالسلوك السليم هو أن تكون ضد فعل سمير، مخالفا لفعل سمير، هذا هو السلوك السليم، مفهوم؟ لماذا؟ هنا التعليل، لماذا؟ لأن سمير ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ لم يبر أو يبر أمه، مفهوم؟ فهو يعني وقع في العقوق بهجره لأمه، فهو وقع في العقوق لهجره أمه، ما يجب عليه أن يهجر أمه. نعم، والسؤال السادس استدل على هذا الكلام الذي قلته بنص شرعي من كلامك من سورة لقمان، مما درسته في سورة لقمان. إذن نعم، وهو السؤال رقم 6، الدليل، نعم، وله من النقط نقطة واحدة. إذن الاستدلال، ماذا قال الله تعالى؟ نعم، إذن هو وقع في المعصية أليس كذلك؟ هل هو يجب عليه أن يطيع أمه بفعل هذا الفعل؟ مفهوم؟ لا. إذن ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا وقفنا هنا فإن سلوك سمير كيف هو؟ صحيح، أكيد هذا ما ستقولونه. نعم، لو وقفنا هنا، لكن الآية غير كاملة هنا، يجب أن نتمها. نعم، بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟
وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم، إذن هذه هي الآية كاملة. وإن الذي يجب على سمير أن يعني يهتم بهذا الأمر من الآية. نعم، إذن نشاهد معكم يعني الإجابات المبسوطة هنا. إذن قال الله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الآيات إلى الأخير. ثم يجب على التلميذ أن يعطي رأيا مخالفا لسلوك سمير، لأن فعله فيه عقوق للوالدين وعدم البر بهما. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم الآية. نعم. سابعا، انطلاقا من الوضعية، بين لسمير بعض حقوق الآباء على الأبناء. نعم، جيد، أحسنتم. إذن فهذا السؤال يجب أن تحددوا بعض الحقوق التي لها علاقة، لاحظوا هنا، لها علاقة بالوضعية، مفهوم؟ نعم، ونجيب عنه هنا: وله من النقط نقطتان. نعم، إذن ما الذي يجب على سمير تجاه أمه من خلال هذه الوضعية؟ أول أمر، نعم، ألا يطيعها في ما أمرته به مما فيه معصية لله. إذن هذا هو الأمر الأول، مفهوم؟ أمرته بأن يسرق، طيب ما الذي يجب عليه؟ لا يطيع أمه في هذا الأمر، مفهوم؟ لكن الأمر الثاني ما هو؟ يجب، لاحظوا، يجب عليه أن يكون في خدمتها وقضاء حاجاتها، مفهوم؟ وقلت لكم هنا يجب ليس من باب فقط التطوع، بل يجب عليه أن يحسن أولى أمه، أن يعينها، أن يكون في حاجته، بل يجب عليه أن ينفق عليها إن كان مستطيعا. إذن هذا يعني ما يتعلق بهذا السؤال. أما السؤال الثاني فإنه: اقرأ السند الثاني جيدا ثم املأ الجدول التالي بهذه المعطيات. السند الثاني هو هذا: صلوا كما رأيتموني أصلي، مفهوم؟ وعندنا هنا، نعم، كما قلت يعني المعطيات الموجودة في الجدول: فرائض الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة. إذن نفرغ هذه المعاني المحددة عندنا هنا في هذا الجدول الموجود عندكم أمامنا يعني في هذا الباب. إذن عندنا هنا فرائض الصلاة، سننها، مبطلاتها. إذن الأمر الأول: خروج الريح، يدخل في ماذا؟ نعم، خروج المبطلات، الريح. الأمر الثاني: قراءة الفاتحة، يعني كيف هي؟ قراءة الفاتحة. ثم الأمر الثاني: القهقهة، فهي في المبطلات. ثم عندنا السجود، يدخل ضمن ماذا؟ ضمن الفرائض، السجود. ثم الجلوس للتشهد الأول، فهو من السنن، الجلوس للتشهد. ثم قراءة السورة بعد الفاتحة، تدخل في ماذا؟ في، نعم، قراءة السورة بعد الفاتحة. ثم تكبيرة الإحرام، فهي من الفرائض، أحسنتم. نعم، تكبيرة الإحرام. ثم الأكل، يدخل ضمن
أكيد أنه ضمن المبطلات. ثم الجهر في الصلاة الجهرية والسر في الصلاة السرية، وهذا الأخير يدخل ضمن السنن. ضمن السنن، نعم. إذن لاحظوا أمامي هنا، يعني هذه يعني العناصر الإجابة التي طرحناها وحددناها. إذن طاعة أوامرها في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ثم حق خدمتها والاعتناء بها خصوصا عند كبرها. نعم. إذن اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم رضي الله عنه لعدة أسباب، أذكر سببين منها وليه نقطتان من يجيب عن هذا السؤال، وهذا ذكرناه كثيرا يعني في المراجعة. نعم. إذن ذكرها لأن يعني البعد عن مكة، ثم الأمر الثاني أن قريش لم تكن تعلم بإسلام الأرقم بن أبي الأرقم. عاشرا، صل كل مفهوم بالتعريف المناسب له. إذن عندنا النظر وعندنا التفكر. نعم. إذن لحظة للتفكر كذلك في السؤال. نعم. وله كذلك يعني نقطتان. سؤال رقم، إذا السؤال رقم 9 أجبنا عنه له نقطتان، والسؤال رقم 10 له نقطتان. إذا عندنا الاختيارات، عندنا رقم ألف باء، نعم، واحد اثنان. نعم. إذا عندنا النظر، ما هو؟ هل هو التأمل في الكون والبحث عن البراهين والحجج والأدلة الدالة على وجود الله تعالى وعظمته، أم أنه هو إعمال النظر المؤدي إلى العلم وغايته إدراك عظمة صنع الله سبحانه وتعالى في خلقه؟ نعم، فهو الجواب هو نعم إعمال النظر. إذن فالسؤال يعني رقم واحد مفهوم النظر، هو يعني الإجابة الصحيحة هي رقم باء. نعم. أما التفكر فهو التأمل في الكون والبحث عن البراهين. نعم، جيد. إذن هذه يعني الإجابة المتعلقة بهذه العناصر. نعم. سؤال رقم 11، وعليه من النقط نقطتان نجيب عنه بإذن الله عز وجل. لاحظوا، من خلال ما تعرفت عليه من درس التجمل بمحاسن الأخلاق ودار الأرقم بن أبي الأرقم، وارتباطا بمضمون الوضعية التي يعني أمامنا، نعم، يعني الوضعية الموجودة هنا، نعم، أردت فتح دائرة للتعارف والتواصل مع زملائك في القسم، ما هي قواعد التواصل التي ستلتزم بها في حوارك معهم؟ إذن ما هي القواعد التي ستعمل عليها؟ وهذا السؤال يعني اشتغلنا عليه في المراجعة التي قمنا بإعدادها أو يعني بتهيئكم ل يعني اجتياز هذا الفرض الكتابي. نعم. نعم، إذن ما هي هذه القواعد التي ستعمل عليها في علاقتك التواصلية مع زملائك في القسم؟ نعم، إذن هذه القواعد يمكن أن نجملها فيما يلي. أولاً، ماذا؟ أن أحسن الإصغاء إلى زملائي، هذا أمر أول. الأمر الثاني، أن أتكلم بأدب ودون رفع للصوت، مفهوم؟ نتكلم بأدب دون رفع للصوت. الأمر الثاني، نعم، أن أدفع الحجة
بالحجة. مفهوم؟ معناه أنني أعطي الدليل لنقضي فكرة زميلي، لا مجرد يعني المقاطعة ويعني نعم. إذن أن ألا أقاطع، نعم عفوا، ألا أقاطع زملائي عند الحديث. كذلك يعني من الآداب التي يلزم أن ألتزم بها في تواصلي مع الغير، ألا يعني أمنع الكلام بمجرد مخالفتهم إلى رأيي، بمعنى أن لا أمتنع عن الكلام معهم. لاحظوا إذا خالفك زميلك في القسم في مسألة معينة، يجب أن لا تخاصمه. مفهوم؟ إذن أن لا أخاصم لمجرد الاختلاف في ألا أخاصم لمجرد الاختلاف في الرأي. إذن هذه يعني بعض يعني من الأمور التي ذكرناها يعني فيما يتعلق بهذا الأمر. إذن لاحظوا الجواب عندي هنا، أحسن الإصغاء للمتحدث، لا أحتكر الحوار والمناقشة، بمعنى أنني أكون كثير الكلام يعني دون إعطاء فرصة للحديث للغير. أمر ثالث، لا أرفع صوتي على من أحاور، أتحدث بصوت مسموع ليس خافتا. ثم لا أمتنع عن التواصل مع الآخر لمجرد مخالفته لي في الرأي. إذن إلى هنا تلميذاتي العزيزات، تلاميذ الأعزاء، قد رأينا معكم هذا النموذج للفرض الكتابي، وهو يعني من حيث النقط من 20 على 20. فأتمنى منكم أن تكونوا قد استفدتم كثيرا من هذا النموذج على أن تشتغلوا يعني عليه في الإجابة عن النموذج الأصلي الذي ينجز داخل القسم بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.